رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الإخوة الفاضل، الأخوات الفاضلات. إن شاء الله اليوم نتكلم على واحد الموضوع نستحضره فيه رمضان، أش كان كيمثل بالنسبة للأمة المسلمة، ماذا كان يمثل رمضان. ولذلك إن شاء الله الموضوع ديال اليوم هو بإذن الله رمضان شهر الفتوحات والانتصارات. إلى رجعنا إلى تاريخ أمتنا المجيد وإلى تاريخ أسلافنا الأشاوس الأماجد، كنلقاو على أن واحد العدد من الفتوحات، واحد العدد من الإنجازات التاريخية، وواحد العدد من الانتصارات تحققت في رمضان، وأنا نذكر لكم بعضها لضيق المجال. من هذه الفتوحات ومن هذه الانتصارات غزوة بدر الكبرى، كانت سنة، كانت في اليوم 17 رمضان سنة السنة الثانية للهجرة. من هذه الفتوحات فتح مكة اللي كان في رمضان سنة الثمانية للهجرة. غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تهي في رمضان سنة 90 للهجرة. وبعد فترة النبوة والخلافة الراشدة كيجيب الله الحمد لله فتوحات وإنجازات أخرى لم تنقطع في التاريخ الإسلامي كله، منها مثلا منها معركة حطين 583 التي كانت بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه، واللي كان على ضوءها وكان من نتائج ديالها تحرير القدس، تحرير بيت المقدس من الصليبيين. كانت هذه أيضا في رمضان 583 هجرية. أيضا معركة عين جالوت اللي كانت بين المسلمين بقيادة الملك الصالح سيف الدين قطز المملوكي، وكانت ضد التتار والمغول في عين جالوت من أرض فلسطين السليبة. كانت هذه في 658 هجرية. كان قبل من هذه المعركتين هذه كان فتح الأندلس اللي كان بقيادة طارق بن زياد القائد المغربي الأمازيغي المسلم، اللي كانت في 93 أو 92 هجرية على اختلاف الروايات التاريخية، واللي ترتب عليها فتح الأندلس. كانت أيضا من المعارك فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية اللي كان في 873 هجرية 1452 ميلادية، واللي كانت فيها سيطرة المسلمين على يعني القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية اللي هي الآن إسطنبول، عاصمة اللي كانت عاصمة الخلافة العثمانية وعاصمة الدولة التركية الحديثة إسطنبول. أيضا من الإنجازات الكثيرة والممتدة لهذا الشهر، امتدت تال هذا العصر يعني حرب ما يسمى حرب الكرامة العربية، حرب العاشر من رمضان اللي مشهورة في التاريخ المعاصر بحرب أكتوبر 1973، واللي كان فيها نصر للقوات المصرية على جيش الصهاينة، واللي لولا الخيانات ولولا التواطؤات لكان نصرا كبيرا سيكون له ما بعده. فعجيب أن بالنسبة للمسلمين رمضان كان شهر ديال كل هذه الفتوحات وهذه الإنجازات التاريخية الكبرى التي لم تنقطع، ويولي عندنا في هذا العصر شهر ديال الخمول وديال الكسل وديال النوم وديال الفرجة وديال الفكاهة وديال اللي فيه تضييع لهذا الرصيد التاريخي الكبير والهائل لهذه الأمة الشامخة ولهذه الأمة الكبيرة. ولذلك ما أحوجنا اليوم إلى بعث هذه الأمجاد من جديد. إذا كان اليوم مجموعة من العوائق والموانع تحول دون الجهاد العسكري ولا تتوفر في كثير من الأحيان شروطه، فممكن كثير من أنواع الجهاد المدني، والحمد لله مفهوم الجهاد واسع جدا في ديننا، كان الآن ممكن الجهاد التربوي في رمضان، جهاد تزكية النفس
بالقرآن وبالعبادة وبصلاة التراويح وبالذكر والدعاء. هذا موسم ديال الجهاد العلمي، الجهاد العلمي والتكوين العلمي، وهنا نذكروا التلاميذ ديالنا والطلبة ديالنا بأن رمضان والصوم ماشي عائق أمام التفوق، وننصحهم أنهم ما يسمعوش لهذه الفتاوى المهترئة اللي تدعوهم إلى الإفطار بعلة الامتحانات. معروف على كل حال أن الامتحانات ماشي عذر في ترك الصيام، أعذار الفطر منصوص عليها شرعا، فيها السفر وفيها الفطر، وما فيهاش بحال هذا الشيء الامتحان ولا المباريات الرياضية ولا. فإحنا نقول لطلبتنا ولتلاميذنا إن شاء الله الصوم هو قوة لكم، وهو مضاء لعزيمتكم، وهو صفاء لأذهانكم، وهو بركة لكم إن شاء الله. فتوكلوا على الله وإن شاء الله قوة لكم، فتوكلوا على الله واعتمدوا على الله وأعدوا العدة واستعينوا بالدعاء، وإن الله تعالى موفقكم بإذنه عز وجل. أيضا هذا الشهر الفضيل هو مناسبة ديال الجهاد الاجتماعي، الجهاد الاجتماعي اللي هو إفطار الصائمين، واللي هو الصدقات على الفقراء والمساكين، واللي هو صلة الرحم، واللي هو أنواع التكافل الاجتماعي اللي الحمد لله ينشط لها الناس في رمضان. أيضا هذا الموسم هو موسم خير ديال واحد مجموعة من أنواع الجهاد التي كادت تنطمس وتندرس وتندفر في واقع الأمة اليوم. هذه مناسبة باش نبعثوها من جديد، وإنه لا فتوحات كبرى بدون هذه الفتوحات الصغيرة، وما يمكنناش ننتصر في ميادين الجهاد الكبرى، ميادين الجهاد الحضاري، وميادين الجهاد العلمي، وميادين الجهاد التكنولوجي، وميادين الجهاد بأنواعه الأخرى، ما لم ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى عاداتنا السيئة. إذا انتصرنا عليها وأفلحنا في جهاد النفس، يرجى إن شاء الله أن نفلح في ميادين وأنواع الجهاد الأخرى. بارك الله فيكم وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.